السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وانتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج. بريد الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فلوج. لما قررت أعمل فلوجات وكده قررت أن أول فلوج يبقى عن أول خطوة ليا في طريقي اللي أنا ماشي فيه ده. أول خطوة حطيتها في طريق ترك الأثر. الخطوة دي كانت سنة 2009 بالتحديد يوم 2/1/2009 أول خطبة جمعة أخطبها. للأسف ساعتها ما كانش بقى في كاميرا ولا أصلا ما كانش معايا تليفون بكاميرا كمان يعني علشان أوثق الحدث ده. بس خلينا نراجع الأحداث سريعا. كان يا مكان في قديم الزمان يوم 2/1/2009 أول خطبة ليا، أول خطبة جمعة، أول مرة كنت أقف فيها مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة أقف وأتكلم قدام ناس. أنا كنت بتكسف أصلاً أطلع أتكلم في الإذاعة بتاعة المدرسة. أول مرة أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرة أبلغ عن الله. أول مرة الناس تشوف الدين فيا. أول مرة الناس تاخد دين مني. كانت صعبة جداً جداً لأبعد الحدود. واليوم ده كمان كان المسجد الكبير اللي جنبنا اسمه المسجد الشرقي. المسجد ده كان في فترة اعدادات وحاجات زي كده، فالناس بقى وكان مقفول، الناس بقى ما راحوش صلوا هناك وجم على عندنا. المسجد عندنا كان عادة اصلا اللي هو ما بيبقاش مليان لحد 3 ارباع الخطبة كده، وبعد كده بقى بيبدأ يتملي والناس اللي بتيجي اللي هي تصلي وتمشي دي ربنا يصلحها حاله. مش هنسى اليوم ده، الحمد لله ربنا وفقني سبحانه وتعالى وخطبت خطبة ترضي الله عني قبل ما ترضي حد من البشر. الفضل لله سبحانه وتعالى في البداية، وبعد كده يرجع لواحد أنا لا يمكن أنسى فضله علي أبدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. الحد ده اسمه الشيخ مجدي فتحي. الشيخ مجدي فتحي دوت هو اللي حط رجلي على بداية طريق الخطابة. بس وكانت أول خطبة يوم 2/1/2009، مش هنسى التاريخ ده، ما نسيتهوش ومش هنساه، علامة مميزة في حياتي. بس بعد كده بقى مع الوقت حبيت أوسع دايرة ترك الأثر شوية، فبدأت أشتغل على نفسي أنا طبعا ده من البداية، وبعد كده بقى أسرتي، وبعد كده أصحابي، وبعد كده مش عارف إيه، بعد كده بقيت أقعد مع أصحابي أكلمهم أنت إزاي يا ابني، أنت جاي الدنيا دي الهدف ما ينفعش وي 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 وي، وإزاي تربط الدين بالدنيا؟ الدين مش حاجة بخ ولا كخ ولا الكلام ده كله خالص. الدين مش بيحرم عليك كل حاجة. الدين على فكرة قال لك المية حلال واللبن حلال وكل أنواع الشرب حلال، تمام؟ عصير المانجا وعصير التفاح وعصير الموز وعصير الفراولة وعصير كل المية اللي في الدنيا حلال إلا الخمرة ربنا حرمها. أنت ليه بقى بصيت للخمر؟ ما تبص النص الكوباية المليان، نص إيه؟ ما تبص لكل الكوباية المليان وشيل نقطة الخمرة اللي ربنا حرمها عليك. وبدأت بقى أتكلم مع أصحابي والدين مش اللي هو بيقيدك وبيقفلك وبيعزلك عن العالم، لأ ده اللي بيعمل كده أصلا ما بيبقاش مدرك أصلا يعني مفهوم الدين الواسع. وهكذا وهكذا وشوية ورا شوية ورا شوية لحد طبعا ما دخلت الجامعة وفي سنة تانية جامعة أو تالتة جامعة بدأت أعمل بيج على الفيسبوك باسم السكة يمين. السكة يمين برضو هو حلمي اللي بيندرج تحته بقى أترك أثر. بقيت بقى أعمل فيديوهات بقى ومش عارف إيه وي وي. كان أقصى فيديو كان بيجي في 500 فيو، كنت ببقى فرحان جدا اللي هو انا بتخيلها ان 500 واحد سمعك، 10% منهم يعني 5 ولا 50 مش عارف 5 ولا 50 10% من 500 50 50
عجبهم الكلام 10% منهم يعني 5 هيعملوا بالكلام دوت. وكنت دايما بس يعني بردد في بالي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. بس ودايرة الأثر بدأت تكبر 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 يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، لحد طبعا ما وصلت أو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وصلني للي أنا بقيت فيه دلوقتي. لسه ما قعدتش وحسبت التوتال بتاع المشاهدات، اخر مره حسبتها كان يوم 1/1/2018 كان حوالي 25 مليون. اللهم بارك اللهم بارك لك. انت تخيل ان انت 25 مليون واحد سمعك شافوك، 10% منهم برضو هنرجع لنفس الحسبه تاني، 10% منهم مش عارف كام طلع 10 عجبهم الكلام، طلع 10% من اللي عجبهم عملوا بالكلام، حاجة عظيمة. ربنا يتقبل. يعني طول ما انا قاعد ببقى بردد ربنا يتقبل ويصلح ويخلص النية ويصلح النية، يعني الاثنين. انما الاعمال بالنيات. مش عايز اطول عليكم في الرغي الكتير دوت، بس ده المشوار باختصار. النهاردة هتبقى اول خطبة جمعة قدام الكاميرا، مش عارف اصلا اللي قلقني. بصوا، هو انا اصلا كل خطبة جمعة بطلعها ببقى قلقان، نفس قلق اول خطبة. بصوا، ما بشيلش هم فكرة ان انا اقف قدام الناس واتكلم، يعني بفضل الله بفضل الله حتة الرهبة دي خلاص راحت، يعني مع الوقت والكلام ده كله راحت. الخوف كله بيبقى من المكان، المكان اللي رهبته بجد. لما كان بيتقال لي الكلام ده كله قبل ما اطلع كنت بقولك الناس دي بتقول اي هري في الحمادة، لكن حرفيا المكان ده ليه رهبته. حتى لو انت طالع محضر وفوق التحضير دوت معاك ورقة كاتب فيها جايد لاين كده عشان تمشي عليها اثناء الخطبة، لا، المكان ليه رهبته وهتخاف وهتبقى الآن. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقف جنبك ويثبتك والكلام ده كله، بس انت لازم تخاف. مكان يعني ليه رهبة كده مش عارف. بس الساعة دلوقتي 11:30 يوم الجمعة 13/4/2018، أول خطبة جمعة قدام الكاميرا. يلا بينا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأحوال والأفعال، الذي بعثه ربه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، أحبتي، إننا اليوم على موعد مع أعظم معركة شهدتها الأرض، مع أعظم معركة عرفها التاريخ، مع أكبر معركة شهدها الإسلام منذ أرسل ربنا نبي السلام محمد صلى الله عليه وسلم. خلصت. رأيكم الستايل ده حلو ولا الدنيا؟ بس الكاميرا فصلت في اخر حوالي 5 دقايق 10 دقايق حاجة زي كده، فما كملتش الخطبة. فقشطة يعني خير. ببقى في قمة سعادتي، في قمة سعادتي،
كل مرة بنزل فيها من على المنبر وبحس ان اي حد من اللي كانوا قاعدين تحت دولت استفاد مني ولا بواحد في المية. اقسم بالله العظيم بحس فعلا ان انا بقاد فاليو للناس اللي بتسمعني. لما بخطب عن موضوع مثلا ولاقي كده في وشوش الناس ان عارفين والله كمل كمل احنا حافظين والله كل اللي انت هتقوله ده, فبتضايق بتضايق جدا يعني. حتى كنت سمعتها من الدكتور طارق سويدان بيقول ان انت بعد اي محاضرة تقولها اسأل الناس انتوا استفدتوا قد ايه, وزع ورق وخلي كل واحد يكتب الحاجة الجديدة اللي استفادها اول مرة في حياته. فلو لقيت الناس بتكتب يبقى انت كده بتأد فاليو للناس, انت كده ماشي صح. لو لقيت الناس ما استفادتش جديد يبقى انت كده محلك سر بس. ف الحمد لله اترك اثر. الفكره اللي انا عايز انبه عليها وهنبه عليها كتير جدا في معظم الفلوجز اللي هعملها ان شاء الله وبتكلم فيها كتير جدا مع الشباب هنا في المسجد, اوعى تفتكر ان ترك الاثر او اوعى تفتكر ان خدمه الدين او اوعى تفتكر ان العمل للدين هو من خلال خطيب واقف بيخطب, مؤذن واقف بيأذن, او امام واقف امام بالناس في المسجد. اوعى تفتكر ان خدمة الدين كلها هي محصورة في الثلاث اماكن دول, لا اطلاقا. ده دول طرق بسيطة جدا او قليلة جدا بجانب طرق كتير جدا ممكن تخدم بيها الدين. اترك اثر, اترك اثر في الشارع, اترك اثر في المواصلات, اترك اثر في الجامع, اترك اثر في كل جوانب الحياة. اخدم دينك في كل لحظة بتعيشها, خلي كل اي حد يشوفك يقول فعلا انت خير مثال على الدين وعلى الاسلام. وطبعا كلنا لا يخفى علينا الجميل اللي ربنا يبارك له رب ويعينه على ترك الاثر, محمد صلاح ده خير مثال اللي احنا بنتكلم فيه ده. تخيلوا معايا ان واحد زيه بعد ما احترف في اول مرة في بازل في سويسرا اتخلى بقى عن مبادئه وعن قيمه وعن تدينه وعن 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 وعن, سبحان الله. لكن تمسكه بالمبادئ دي واصراره على ترك الاثر واصراره على خدمة الدين اظنه كده يعني ونحسبه على خير. دي نقطة مهمة, اقعد وشوف انت بتحب ايه, انت كويس وشاطر في ايه, ومن هنا هتبدأ تشتغل ان انت تترك اثر في الحتة دي. دكتور, مهندس, صيدلي, اي حاجة اي حاجة, كل جوانب الحياة كل جوانب الحياة. وهو هتفكر ولو للحظة ان الدين بتاعنا بس في الجامع, غلط تماما. مش عايز اطول عليكم كمان رغي قبل الخطبة وبعد الخطبة وكده. ف اول فلوج اول خطبة اشوفكم ان شاء الله في الفلوج اللي جاي, اللي هو الصراحة مش عارف امتى, لسه ما حطيتش سكيدجول للفلوجز او جدول للفلوجز هتنزل امتى, كل اسبوع مرة, كل اسبوعين, كل شهر, لسه ما حددتش اي حاجة من دي خالص. برضو اوعوا تنسوا تعليقاتكم تحت في الكومنتات, قولولي ايه رأيكم, نكمل كده ولا الدنيا. وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي, لا في الفلوج اللي جاي. السلام عليكم. نقطة مهمة نسيت اقول, اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب وتحط كومنت تحت, لازم لازم لازم, ثلاثة لازم. السلام عليكم.